لماذا يقف من يقف عائقا تحت أي مبرر أمام إنصاف المرأة ومنحها ما تستحق والتعاطي معها كنصف حقيقي في المجتمع وأكثر؟ المرأة نصف المجتمع في الخطابات الرنانة وليس في القوانين. المرأة نصف المجتمع في التصريحات الصحفية ولكن ليس في الممارسات الأخلاقية. المرأة نصف المجتمع في الشعر ولكنها ليس حتى في منزلها. ليس من باب التمييز بل كواقع حال. عندما نقول المرأة العراقية يجب أن لا ننسى أن المرأة العراقية صانت مجتمعنا، رعتنا في زمن الحروب الطاعنة المجنونة الملعونة.